لتأخر إكمال إكساء الشرع العام لها، أهالي منطقة الجبيلة مركز البصرة طالبوا الجهات المعنية بضرورة الضغط على الشركة المنفذة لإكمال المشروع وإنهاء المعاناة التي دخلت شهرها الرابع، مسجلة حوادث سير وعوارض أخرى. يعني ما حيقدر يمشي، صارت حوادث بسببه. يعني المفروض الحكومة تراقب، محافظة تراقب هذا الوضع. يعني هاي الشركة اللي حفرت المجاري غير يراقبون الوضعية، يعني وضعية تعبانة، كلش تعبان. احنا بالعكس البصرة جاي تصير أجمل لو ترجع للوراء. احنا سنة 2021، يعني حوادث جاي تصير، ما حيقدر يمشي الشارع كله، كان الشارع عشان يخبل. يعني والله ما صاير، لازم يكون رقابة، لازم المحافظة تراقب الوضع، شوف الوضع تعبنا احنا، خاصة منها هاي منطقتنا، يعني تعبان كلش تعبنا. إلى متى هيك؟ كلها طشات وصاعد، اشوف التراب والجو، يعني ما تقدر تمشي بيه، ما يبي خيس تبي هسه تبليط ماكو. ليش يعني؟ شنو السبب؟ ليش طشات؟ ليش خلوه صار لها شهرين؟ ليه؟ شنو السبب؟ الإشارة الإعلامية تعزو سبب التلكؤ بإنجاز المشاريع للآلية المعقدة في التخصيص والمتابعة، داعية الحكومتين المركزية والمحلية والجهات الرقابية لبذل جهود إضافية للارتقاء بواقع البصرة كعاصمة اقتصادية للعراق. بالتأكيد هناك مجموعة من الشركات أو المشاريع اللي كانت في محافظة البصرة، ربما بعض المشاريع اللي هي أنجزت وكانت بصورة جيدة، لكن هناك مجموعة من المشاريع اللي ربما تحتاج إلى متابعة، وربما هذا تلك لعدة أسباب، أبرزها يعني قلة السيولة المالية باتجاه محافظة البصرة أو قلة المتابعة. احنا نطمح من الجهات المعنية سواء كانت الحكومة المحلية أو الوزارات متابعة هذه المشاريع، لأن بالتالي هي مدينة مثل مدينة البصرة كعاصمة اقتصادية يفترض أن تنهض، يكون نهوض بهذه المدينة وتكون بصورة أفضل. الجهود الخدمية للنهوض بواقع مدن وأقضية البصرة ليس كافيا، تحتاج هذه الجهود إلى المضاعفة لإنقاذ مركز المحافظة مما تعانيه من سوء الخدمات. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.